ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على الاشياء الساره الخاصه باصحاب برج الميزان خلال شهر او النص الثاني من شهر نوفمبر لعام 2021. برج الميزان احنا بالفعل عندنا اشياء ساره هتكون متواجده كتير وهتكون ايجابيه بشكل قوي جدا جدا، خاصه في الفتره دي احنا عندنا في تغيرات كتير هتكون متواجده. الفتره الافضل او من ضمن الاشياء الساره اللي نتكلم عنها اكتر هو انت عندك الاسبوعين حلوين كاسبوع ثالث واسبوع رابع، بس الاسبوع الرابع هيكون افضل او اخر خمس ايام بمعنى اصح هيكونوا افضل، لانك انت بتكون قادر على الوصول المتميز لاشياء كتير انت بتسعى اليها، تحقيق حلم قوي جدا متواجد عندك، في عندك نوع معين من السعي القوي او انت بتسعى لنجاح، بتسعى لوصول، بتسعى لشيء، وكمان يعني في حاجه انت بتسعى ليها بشكل قوي جدا، وفي حاجه انت بتسعى ليها وانت مش هقول لك قلقان او مذبذب، بس بتسعى ليها وانت بتقول مش هتحصل او بتقول اللي هو يعني ربما ضرة النافعة، فعندك اللي هو ده هتلاقي ان انت بتقدر توصل لاشياء كتير، حاجة انت بتسعى ليها بقوة، والحاجة التانية الحاجة اللي انت خايف ان انت ما توصل لهاش لا برضو بالفعل بتوصل لها. فاذا انت عندك وصول جيد، وصول لشيء مهم جدا جدا بيعلي من قيمتك الاجتماعية والشخصية بقدر كبير جدا. من ناحية كمان الامور المهنية انت عندك قوة مهنية بشكل متميز، بتقدر ان انت توصل للكتير، بتقدر ان انت توصل لمكانة قوية، يكاد يكون عندك ترقية او عندك في مكان اقوى او مكان افضل بتشتغل فيه، في تطوير في الحركة المهنية، في تقدم في الحركة المهنية. الوضع المهني عندك بيجيب لك حاجتين ايجابيتين بشكل قوي قوي. اول حاجة هي اللي ليها علاقة بالشأن المالي، يعني في ان انت بتترقى لحاجة او بتشتغل في حاجة او هو في شغل معين بيجيب لك فلوس بشكل مميز، الى ان كمان بالنسبة لك الحاجة التانية او الايجابية التانية ان انت بتتحط في مركز او في مكانة ايجابية، بتتحط في السي في او بتتسجل لك في الحياة المهنية الخاصة بيك، فعندك ده جدا يا برج الميزان. فبرج الميزان عندك تطوير مهني وتقدم مهني بيسبب لك تقدم في اسم وتقدم في الامور الماليه. ولما نيجي نتكلم على الاشياء الساره اللي تخص الوضع المالي، انت عندك في فلوس ليها علاقه بمشروع، يعني مشروع انت داخل فيه، فلوس مجمده جايه لك او ميراث جاي لك او حاجه ليها علاقه بنقل ملكيات هتكون متواجده، فانت عندك نوع معين من القوه في الامور الماليه، يعني فلوس جايه لك هبه من الاهل او ميراث، في ممتلكات بتجيلك او انت بتشتري حاجه خاصة بممتلكات، فعندك النقطة دي جدا جدا، فده من الناحية المالية. فإذا الوضع المالي هو إيجابي كتير لأصحاب برج، فالوضع المالي رائع بمعنى الكلمة. النقطة التانية وهي الأمور الخاصة بالجاذبية والعاطفة والجو ده، أنت هتكون ملك الجاذبية بشكل قوي، يعني هتكون شخصية جذابة كتير وقادر أن أنت توصل لقلوب كتير وقادر أن أنت تجذب أشخاص كتير. يعني عارفين برج الميزان هتبقى حاطط عينك على حد، عايز توقع الشخص ده هتعرف توقعه، فعندك النقطة دي، عارف أن أنا أجذب مين وأجذبه إزاي والطريقة والجو ده. برج الميزان تحط حاجة في بالك، من دي من ضمن الأشياء السارة اللي ليها علاقة بالروحانيات، تحط حاجة في بالك تلاقيها بتحصل، عندك ده جدا جدا. أحلامك مهمة جدا جدا، روحانياتك عالية جدا جدا، فهتلاقي يا برج الميزان ان انت عندك روحانيات قوية، عندك حالة من الاحساس، يعني تحس بالحاجة تلاقيها بتحصل معاك كتير، حاجة تتمناها قوي او حاجة تحس ان هي دخلت قلبك مرة واحدة تلاقيها في وشك، يا اما يعني عارف فكرة لما تبقى انت في شخص كده جه على بالك بصورة قوية قوي قوي، تلاقيه في وشك، تقابله صدفة، يتصل عليك فجأة، عندك النقطة دي كتير، دي من ضمن الأشياء السارة، لأنها هيكون بتصب عليك بقى حاجات ليها علاقة بأشياء سارة. فإذا الأمور الروحانية كتير قوية، أحلامك بتمهد لك حياة أو أحلامك ليها علاقة بخبر إيجابي هيكون جاي لك في السكة. حاجة تانية موجودة عندك يا برج الميزان وهي ليها علاقة بأمور تخص مواليد، يعني في شيء مهم كتير لأولادك أو في مولود جديد هيكون متواجد لبرج الميزان، وفي كلتا الأحالتين هيكون عندك ده شيء بيكون صار كتير ليك يا برج الميزان. برج الميزان أنت عندك فيه محاولات سعي للنجاح بتنجح فيها بشكل قوي، سواء نجاح دراسي أو نجاح مهني أو نجاح على المستوى الشخصي. بمعنى إيه نجاح على يعني المهني والدراسي عارفينها، نجاح على المستوى الشخصي يعني في حد هو بيتنمر عليك أو عايز إن هو يبقى ضدك أو هو
واقف في صف مواجهتك، الا ان انت هيكون عندك انتصار عليه بشكل قوي. زي بالظبط ممكن يكون عندك حاجة، ممكن يكون منافس على فكرة، او حد عايز يتحداك باي شكل من الاشكال، الا ان انت هتكون اقوى في التحدي واقوى في المنافسة وبتقدر تسيطر اكتر. عندك كمان في حاجة تانية مهمة كتير، وده اللي بيخدمك فيها الجو، الطريقة الدبلوماسية الخاصة فيك، ان انت برج الميزان طريقتك حلوة، في ممكن يكون منافسة مع شخص سواء في امور مهنية او كمان حد عايز يثبت نفسه في, 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 في موقع الشغل بتاعك او في موقع دراستك بوسط اصحابك بمعنى اصح، الا ان هيكون عند اللي حواليك بيكتشفوا ان انت ذو قوة اكتر من الشخص ده، فبيبدأ يعملوا علامة اكس على الشخص ده وانت علامة صحة، فبتبدأ تحس ان انت انا بقيت متميز اكتر منك، انت كنت بتتحداني، انت بتتنمر عليا، انت بتيجي عليا، انا علمت عليك، فعندك الشعور ده. فانت الشعور ده بيخدمك كتير، بيساعدك كتير في تعديل المزاجية بالنسبة لك، بيخليك ان انت تبقى عايز ان انت تنجح اكتر وتطور اكتر وتواصل اكتر. بالنسبة لك كمان يا برج الميزان في مشكلة موجودة قدامك، يعني في حاجة ليها علاقة بيه، ممكن تكون حاجة ليها علاقة بمشاكل، مشاكل قانونية او مش مشاكل، متطلبات قانونية، متطلبات اجراءات، مشاوير، الجو ده، الا انها بتخلص، في ازمات عندك بتخلص، جو متطلب منك بيخلص، في اوراق بتخلص، فانت عندك حاجه فيها حيره وفيها قلق وفيها نوع من انواع الفكر الكتير، الى ان هي بتخلص من على كتفك بمعنى اصح. فاذا عندك راحه نفسيه بتكون موجوده ليك يا برج الميزان. برج الميزان انت بالنسبه لك انت في امورك المهنيه قادر كتير على النجاح المالي برضو، يعني احنا اتكلمنا على الوضع المالي اللي ليه علاقه بفلوس مجمده، الى ان انت اصل ما هو الشمس في بيتك الثاني، كوكب عطارد في بيتك الثاني، بيت المال بالنسبه لك المهمه. فاصل في ناس بتقعد تقول لي ان انا بتكلم على حركات مش عايزين ده، عايزين الموضوع على طول المهم يعني. فبرج الميزان انت عندك في فلوس جايه لك عن وضع مهني، انت ممكن تكون جاي لك عرض مع شغلك الاساسي، يعني في عروض مهمه كتير مهنيا مع شغلك الاساسي، وده بيقويك جدا جدا، وده بيخليك ان انت انت في الازمه او في الزنقه، زي بالظبط في المذاكره لما تيجي تذاكر اكتر من حاجه، او تحس ان انت مزنوق بتذاكر في ايام الامتحانات، بس بتحس ان المعلومه بتلزق في دماغك اكتر، فانت بتكون ناجح اكتر وقت الزنقه، فانت هتبقى شغلك افضل، هتعرف تقسم وقتك اكتر، عندك ده، عندك السيطره على التوقيت، السيطره على الفكر، ان انا اقسم وقتي، هنا افكر في ايه، هنا اروح فين، اعمل ايه، عندك ده، وده من ضمن الاشياء الايجابيه اللي هتكون متواجده ليك خلال فترة النص التاني. بالنسبة لك انت عندك فيه كده بعض شوية الايام اللي هتبقى فيها شوية تقلبات، يعني في بعض كده التقلبات اللي هتكون متواجدة شوية، واللي ليها علاقة بالامور الامور شوية اللي هي المهنية والجو ده، او تعطيلات شوية، فانت هيكون عندك حاجة ليها علاقة بتعطيل، بس الحاجة اللي متعطلة في خلال الاسبوع الثالث في الاسبوع الرابع بتتفك، يعني في حاجة ليها علاقة بتعطيل او تأجيل سفر او تأجيل اوراق او تأجيل حاجة ليها علاقة بميراث او تأجيل حاجة ليها علاقة بممتلكات، هيكون ليها، ما انا برضو عليا ان انا اعرفك بس الـ 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 النقطة، يعني مش الشيء اللي صار هيبقى فين بالظبط، الحاجات المتعطلة دي كلها بتبدأ ان هي تتفك او تتحل من يوم 25، من يوم 25 بتبدأ الدنيا معانا تسلك بمعنى اصح. الامور الصحية هيكون عندك في حالة استشفاء من معاناة كنت بتعانيها يا برج الميزان، في حالة هدوء نفسي بيكون موجود عندك نتيجة كل اللي اتكلمنا عنه. الهدوء النفسي ده هيخليك او هيحسسك اكتر بي درجة روحانية، يعني قرب ليه، قرب لربك اكتر، هتحس بده جدا، هتحس ان انت زي عارف فكرة ان انت شخص مختار اكتر، او هتحس ان انت شخص عالي اكتر او روحاني اكتر، هتحس بده. في عندك كمان نفسيتك بتتعدل ليه بحاجة ليها علاقة ان انا عايز بقى اعمل كذا، فوقان، يعني النفسية عندك هتتعدل بحاجة ليها علاقة او هتسبب لك فوقان في ان انا عايز ابقى واعمل واسوي وواصل ووصل، فعندك ده جدا جدا يا برج الميزان، قوة، تميز، في مشروع انت بتحاول تكبره، في عندك اجواء مهمة كتير انت داخل عليها بسبب تميز في الحالة النفسية، ربنا يكتبها علينا سعادة
ويكتبها علينا إيجابية. أنا عامة بشكركم كتير، ويعني عايزاكم إن أنتوا تخلي بالكم، لأن الحسد مدمر جدا جدا، وإحنا بالفعل يا برج الميزان معرضين لطاقة حسد رهيبة رهيبة، وبسبب الأشياء السارة اللي عندنا دي. فخلي بالك دايما ان الحسد ممكن يخليك ان انت تخسر حاجات كتير، فخلي بالك مين صاحبك، مين اللي انت بتتعامل معاه، لان اكتر الناس اللي هيكونوا اعدائك وبيحسدوك صح هم ناس انت على علاقة بيهم، يمكن بتتعامل معاهم بشكل يومي. بشكركم وبحبكم كتير، بتمنى كتير ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش لايك وشير الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.